تمثلت فيه سوريا فحضرت بكافة فئاتها في مبادرة إنسانية وطنية، حيث استطاعت جمعية المقعدين وأصدقائهم أن تجمع أبطال الجيش العربي السوري مع زويهم في هذا العرس الوطني. اليوم يصرون على البقاء وعلى الصمود وعلى بناء الدولة والأسرة السورية، الأسرة السورية والوطن الغالي سوريا، من أجل النماء والانتصار الكبير الذي يراه الجميع قاب قوسين وأدنى إن شاء الله. تفهمنا بعض الظروف الاجتماعية لهؤلاء الشباب، ومنهم من بقي مرتبطا لخمسة أو ستة سنوات ولم تسعف ظروفه لإتمام زواجه. نحن نحب هؤلاء الأبناء، لذلك تبنينا فكرة تزويجهم وإقامة هذا الحفل وتقديم كل ما يمكن بأبهى صورة حتى ندخل الفرحة إلى قلوبهم. العرسان عبروا عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس اهتماما أهليا كبير بالجرحى. زملائي الموجودين معي اليوم أكثريتهم أو كلهم مصابين بالحرب، كنا نفس الخندق مع القتال المسلحين، واليوم عم نعيش الفرحة بالمناسبة خاصة فينا، وإن شاء الله بكرة نرجع منكمل المسيرة ومنحقق مزر بإذن الله. شارك فرحتي هيك مع كل هدول العرسان والعروسات الحلوين، لأنه سوريا بتستاهل إنها تعيش وتضل فرحانة رغم كل الحزن اللي صابنا. فرحتنا اليوم فرحة ما بتتعوض، ونحن بنشوف حالنا بالشباب، هن جرحى جيش، نحن بنرفع راسنا بالإصابات يلي هن متصابينها، ونحن بنقول لا، نحن أقوى من إنه نوقف على إنه شخص جريح، لا بالعكس، لأنه النصر بالنهاية نصر لسوريا. الأمان لازم يكون عنا أمل كبير كتير كتير، وخاصة بهالظروف لازم نتعاون كلياتنا مع بعضنا مشان سوريا تكون أقوى. رغم الجراح بدنا نستمر، بدنا نتزوج تيجي جيل جديد يقاتل عنا. بكرة أبني بينزل بالخندق اللي كنت نازل فيه، الحياة بدها تستمر، لا يفكروا حالا أنه قادرين أنه حياة. الأهالي غمرتهم الفرحة وتمنوا السعادة لأبنائهم والحياة الرغيدة. هذه خطوة جبارة كتير، نحن أنتم عم تقدموا شيء، يعني هنو قدموا لنا أغلى ما عندهم، نحن بدنا نقدم لهم كمان أغلى ما عندنا ولو كان ابتسامة صغيرة حتى نشعرهم أنه نحن لجانبهم. كل العرسان إن شاء الله بيتهنوا ونشكر الجميع. أنا أمي العريس أنا، وبعد الغاب العريس يا ناس ما عاش لي هنا، يا بدلت الجاب العريس وفتحت بيدي أنا، طقت قلوبي يا عادي ويا فرحة قلبي أنا. الله يهني جميع العرسان، ومشكورين كتير كتير على هالمبادرة الحلوة. هالعرس الجماعي بيوحي لكل العالم انه احنا شعبنا صامد. بنقول للعرسان الله يهنيهم يا رب، والشفاء العاجل لجرحى الجيش العربي السوري، والنصر الكبير لجيشنا الباسل. رغم كل المآسي والأحزان وويلات الحرب التي يتعرض لها شعبنا وبلدنا، الحياة ستستمر، ولابد للفرح من أن يدخل قلوبنا، وهو بحد ذاته نوع من أنواع المقاومة، لنثبت لأعدائنا أن السوريين أقوياء وأشداء على المحن، وقادرين على أن يخلقوا الفرح من رحم الحزن والمأساة.